ثلاث سنوات كاملة لكشف لغز جريمة راحت ضحيتها بطلة الكاراتيه أمل بوشارف. تعود أحداث القصة إلى 2 جويلية 2021، حين اهتز حي حجر الديس ببلدية البوني في عنابة على وقع جريمة راحت ضحيتها أم وابنتها بعدما أضرم مجهولون النار في شقتهم. من بين ضحايا كانت بطلة الكاراتيه أمل بوشارف. توفيت رفقة والدتها وشقيقتها الصغرى، وأصيب الوالد فوزي بوشارف وهو مدرب كاراتيه معروف بولاية عنابة، وابنة ثالثة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة. فوزي بوشارف رب الأسرة روى أن شخصا قام بسكب البنزين من تحت باب المنزل ثم أضرم النار، لكن المفاجأة التي كشفتها تحقيقات الدرك حسب وسائل إعلام محلية هي أن الوالد الذي روى تفاصيل الجريمة هو المشتبه الرئيسي في الجريمة، وهو نفسه من دبر وقائعها. ألقت عليه مصالح الدرك القبضة ووضعته رهن الحبس المؤقت، في حين لا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح. هذه الجرائم التي صرنا نسمع عنها بشكل متكرر في السنوات الأخيرة تثير العديد من الأسئلة حول طبيعة العلاقات الأسرية والتوترات الكامنة التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه المآسات.